خلصنا المهيتو وخليت أنا شوي عشان أرجع كمان أطق لكم طقة في نهاية الفقرة. رح ناخد هلأ مقادير توبينج، هو مثل شريم تامبورا بس هي هاي شوي جديدة، ويعني في المطاعم مش موجودة إلا في المطاعم الأسيوية، ومش أي مطعم موجود بالشارع إلا اللي في داخل الأوتيلات، لأنها بتتقدم بطريقة تختلف. بس أنا اليوم رح أعطيك التوبينج بنكهة جوز الهند. المقادير على الشاشة، يلا خلينا ناخذ المقادير مع بعض. سكرين شوت ستات، احنا جانا على لايف الفيسبوك، رح يكون معنا نصف كيلو ربيان مقشر بالديل. للتغطيه الاولى رح يكون معنا 2 كوب طحين، كركم، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كزبره، كمون، ملح، فلفل وماء حسب الحاجه. نعم صحيح. التغطية الثانية رح يكون معنا 2 كوب بقسماط ياباني، بانكو، نصف كوب جوز هند، زيت غزير للخلي، وسويت تشيلي، وصوص للتقديم. نعم السويت تشيلي هو ديبنج جاهز، بيكون مش لونه أحمر بس هو حلو هيك سويت سور وديبق. تمام. هلأ الروبيان هذا قياسه 16-20، في عالم الروبيان أو الجمبري أو الإريدس كل نفس المسمى لنفس المنتج، هذا قياسه 16-20. كل ما كبر الرقم كل ما صغر حجم حبة الروبيان، يعني لما أنا أقول لك U7 بيكون أكبر من U10، يعني كل ما صغر الرقم كل ما كبر حجم حبة الروبيان. تمام. هذا مطبوخ نص طبخة ومنظف بالديل. تمام. هاي منطقة الظهر اللي فيها اللي هي شو كيس الرمل أو معدة حبة الروبيان. الأكل اللي بتاكلها هاي الحبة في البحر، هايها خيط بتشيلي بالاحتفاظ. أيوة الله يسلم إيديكم هون، فبتشيليها هيك خيط أسود فقط. هذا اللون مطبوخ، اللون الثاني مش مطبوخ لتأكيد المعلومة. تمام الكلام. هلأ يا ستي الكريمة هاي عندي هون اللي هو إيش الطحين، رح أجيب بولة أحط الطحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورح أحط عليها البهارات اللي حكت لكم عنها لانا. رح نأخذ الملح والفلفل من فضلك. هاي البهارات للطحين اللي هي هاي نكهة الروبيان. التوم والبصل الباودر للي ما بحب التوم والبصل ما رح يشعر فيهم. هاي كزبرة. تمام. وهي يا ستي توم، وسبق وحطيت البصل والكركم عشان اللون الذهبي في القلي. وراح احط البابريكا، حلوه مش حره لانه حلو الجوز الهند فما راح يلبق مع الحر، عشان هيك احنا شويه تفكير بالمواد قبل تركيبها في المطبخ. بهار سمك، فلفل اسود وملح ومي. القوام اللي بدي اياه هو قوام لانا الكيك. تمام. يعني انا حاطه مي حسب الحاجه. شو يعني حسب الحاجه؟ احنا شو فهمنا شو حسب الحاجه؟ مثلا احرك البهارات مع الطحين وراح انزل المي. معك ام لولو، اي سؤال؟ خلينا نشوف مشاركاتكم عبر لايف الفيسبوك او اسئلتكم. اوسكار هاني بيقول اصلاتنا منورين شف علا ولانا. ورد المشاقي بتقول مرحبا صباح الخير. احمد عبابني بصبح علينا يسعد صباحك. امن القريوتي بتقول يعطيك الصحه والعافيه ويبارك فيكم صباح الخير. وكمان ابو محمد بيقول الو صباح الخير يسعد صباحك يا رب. معنا كمان اسد الريان بيقول صباح الورد والريحان. ام احمد شطناوي بتقول يسلم الايادي يا شف علا مبدعه ومنوره. ام خالد الكتوف بتقول الله يسعد صباحكم. ومين كمان معنا؟ اسماء جديده معنا. ام فارس التيم بتقول ما شاء الله عليك يا بنتي الله يحميكي. الله يسعدها يا رب ويخلي حبايبها ان شاء الله. منير البصراوي بيقول صباح الخير والسعادة. هاشم الديب بيقول بيصبح علينا وبيقول أنا من ليبيا وبدي بسبوسة. سوينا مبارح، سوينا كتير أصناف بس ضلت أعطيهم في صنف جديد مبارح، هيك ركبت المكونات بس أجرب وأشوف إذا النتيجة زي ما بدي رح أعطيكم إياها. حسين زبن بيصبح علينا، تحياتنا لإلك يا حسين وشكرا لإلك إنك أنت متابع دائم وقديم. معانا كمان هدى كريشان تقول صباحكم جميل بجمالكم مبدع شف علا، وشكرا لإلك على تعليقك الجميل. أم تامر المجالي بتصبح علينا وبتقول إنه الله عليك على الكلام الجميل، عيونك الحلوين. محمد شفيق الشخشير بيقول ما شاء الله منورين، شمس بتصبح علينا وبتقول لك انت شيخه الشفات. حبايب القلب هم وكل الشفات بركتنا، يعني كل واحد عنده شخصيه عنده اسلوب، ولكن طبعا كلنا بنكمل بعض اكيد لا غنى عنهم جميعا. صحيح. انوار اللي قدرت تقول سعد صباحكم شف علا ولانا وصباحك يا رب.
معنا ابو قيس الغزالي بيقول صباح الخير، ام حمزه الحاج عيد بيقولوا لك تسلم الايادي وشكله بشهي حبايب القلب. شوفوا هذا قوام الكيك اللي هيو هي ماسك شاد حاله بس سائل، مش ماسك كثير عشان ما يصير في عندي زي التمبوره، هذا مو عجين زي قوام الكيك. تمام، هيني خلطت هاي الخلطه الداخليه. الخلطه الثانيه راح تكون عباره عن بانكو، حكيت لكم البانكو في منه وسعره كتير قليل وصورت لكم الكيس ونزلته على السوشيال ميديا. هو عبارة عن بقسومات أو يعني خليني أحكي فتات خبز، هو ياباني كوري يعني بنستخدمه في المطاعم اليابانية في المطاعم الكورية. الشريم تمبورا بنسوي فيه حلقات البصل كمان، إحنا حطيناه كمان مع دونتس الدجاج. فهذا أنت بتلاقي ما عندك حطي أرشلة. تمام تمام، يعني بتقدر أنت تطبقي الوصفة. هلأ هاي البانكو ما تخلط معاه ولا أي نوع بهار، البهار اللي هون بكفي وبوفي. رح نخلط معاه جوز هند. هلأ هذا جوز الهند هو طبيعي وطري، تقدر تدوقي لانا هو طري تحت الهواء، مش زي اللي بنشتريه من عند أي عطار ناشف. هذا طري وشوي غالي، بس أنا لازم أعمله على الأصول عشان يعني أنا هيك نفسيا أكون مرتاحة. شوي غالي، فإذا مش موجود عندك شايفة طري مش يابس. طب ليه منحطه مع الوصفة؟ شوف هلا هو هيك هاي. لا ما تنقعيش العادة لأنه مش رح يزبط. بس إذا ما في حطي أرشلة وجوز الهند اللي بتعرفي، يعني أنا وظيفتي أحكي لك الدغري، باقي ما تبقى عندك اللي موجود قولي يا رب واشتغلي فيه. رح نحرك البانكو مع جوز الهند، وصار في عندي توبينج لا أو تغطية خليني أحكي تانية للشرم. جيبي فيليه اللي بتعمليه لأولادك، الفيليه الأبيض، وغطسيه بهاي وبعدين غطسيه بهاي بدعيلي شيبس. طب سؤال، بتعطي يعني بصير كريسبي أكتر كمان إله دور ولا بس الطعمة بتكون طعم مختلفة؟ هلا هون بمسك الديل. أنا ليش اخترت الديل؟ عشان الديكور، وزي ما بتشوفي برا بمسك الديل من بعيد، ما بنزل الديل بالخلطة. هاي الديل نعم، هاي التغطية الأولى. تمام، خلي الديل نضيف، بعدين جيب التوبينج الثاني اللي هي إيش؟ جوز الهند والبانكو هيك، وسلامتك على زيت وقلي على القلاية الهوائية بزبط، بس رشي زيت في البخاخ. تمام، وصحتين يا حبيبي. شايفين جوز الهند كله رح يصير يقرقش ويعطيكي طعم جوز هند خطير. في دبنج تاني بحليب جوز الهند مش وقته، بعطيكم إياه بعدين، بس هي هذا الطبق تحديدا بنقدمه مع السويت شيلي صوص. رح نكمل معك وأنا رح أعمل ديكور للأطباق. طيب شوف هلا، إحنا قلنا إنه الزيت لازم يكون غامر الروبيان صح؟ نعم غامر، وهو ثواني أصلا بياخد، ما بياخد كتير بس حطه وشيلي لأنه مطبوخ، بس بدي أعطيه لهم. بس رح ناخد الكاسات من حدك لو سمحتي. طبعا يا لمسات شوفوا علام لازم. وهيو أنا خبيته برضو من الزملاء كمان مرة، لازم المرة هي حطيته في الميكروويف. الله يلا عليك معك يا أمر. يلا رح ناخذ بعض المتابعات في اخر ساعه، في اخر دقائقنا معاكم من مطبخ يوم جديد. ابو محمد بيصبح علينا، وام محمد تقول منورين احلى برنامج. محمد الشريدي بيقول ما احلى وصفاتكم، وحمزه صوالحه بيقول صباح الورد والفل والياسمين علينا وعليك يا رب. ندى بتقول صباح الفل، والله منورين الشاشه يسعدهم الحلوين. ام خالد الغانم بتقول صباح الخير، ومين كمان معنا؟ أم شادي الأسمر بتقول أحلى صباح لشيف علا يسعد صباحك يا رب. محمد الرجوب بيقول صباحكم ورد. خليل بيقول صباح الخير. راما مقداد تقول منورات يا غاليات، الله عليك يا مريم. حيمة تقول ما شاء الله روعة. سالي بتقول صباح الخير يا ملكة المطبخ. أحمد العليمة تقول صباح الخير. محمد الشريدة بصبح علينا يسعد صباحك. مصطفى الحجري صباح الخير يا مصطفى. ما كمان معانا ختام بتقول صباح الورد دراما سعد صباحك يا رب. أم يزن خرابشة صباح الورد والفل والياسمين. يا رب نكون قرأنا أغلب الأسماء نعم، وما تكونوا زعلانين منا. أكيد بهمنا أنه نقرأ مشاركاتكم طبعا، وتكونوا دائما معنا وتكونوا راضين أنه نقرأ أسماءكم ونقرأ تعليقاتكم الجميلة. يعني هاي التعليقات بتعطينا دائما طاقة إيجابية وبتعطينا كمان طاقة أنه نستمر. خلص تعودنا عليهم، يعني ما في مجال نجامل بعض. جزء في أسماء خلص صرنا ندور عليها إنه أوف فلان غاب فعلا. أنا صراحة بستفقد، هذيك المرة كنت عم بحكيها على الهواء، بحكي إنه في أسماء معينة صارت خلص خلال الحلقة لازم ندور عليها، أو حتى عبر بالضبط مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا كمان بيبعتوا لنا وبيحمسونا على الحلقة. 100% الله يا سفولة. بعدين أنا مزبطكم اليوم وجايبته لارج.
التايجر. هو طبعا الربيان بيكون احزام اظن بيكون الميني والوسط وال هذا بلاك تايجر. اها تمام يلا معك. احنا اذا في كمان اتصالات قبل الختام حياهم الله. حمزة سوالحة والله صبحت عليك يا حمزة، يسعد صباحك هلأ وكل يوم وبكل حلقة. محمد الشريدة بتقول صباح محمد شردي بيقول صباح الخير وما أحلى شف علا ولانا. أم خالد بتقول صباح الخير. أم نعم. يزيد تقول منورين أحلى مذيعة وشف علا، بحب أسلم على بنتي غلا الشرفات، وإحنا كمان بنوجه لها تحية. مين كمان معانا؟ أم عبدالله أبو رمان تقول سعد قلبكم يا أحلى عسولات وأحلى شف بالعالم. يلا يا شف علا أنا بدي أختم، يعني وصلنا إلى الختام، ولما دائما بنختم بحب هيك أحكي لكم هيك رسالة ختامية تحمسكم على اليوم أو تخليكم تتجاوزوا الأشياء اللي بتمرقوا فيها. دائما لما بنحكي عن القناعة والرضا بنحكي عن عدسة بنستخدمها بحياتنا عشان نكبر أجمل ما فيها. أراكم في حلقات قادمة، دمتم سالمين، تحية من القلب في أمان الله. يعطيك ألف عافية يا أمر. عملنا اليوم أطباق بناء على طلب أحد المتابعين والمتصلين، فأنا هون لتلبية طلباتكم سوينا العديد من الأطباق اللي ممكن أنت تشوفيها برا، ولكن هي أبدا مش إشي صعب. ست الستات أنت أكيد بتقدر تعمليها وأحسن منا كمان، فحاولوا أنكم تطبقوها وشوفوها. وكبسة الربيان إشي ما حصلش، رح أودعكم على أمل اللقاء فيكم غدا، وغدا بدي أسوي لكم مهلبية بغزل البنات طريقة ما صارت، إشي كتير بشهي وزاكي. بالإضافة كمان رح نساوي سلطة تفاح أخضر مع البومة اللي هلأ موسم لهذا فيتامين سي. وأخيرا وليس آخرا رح أعمل كمان صنف، بس مش ولا أحكي، رح نساوي جاج نفس الإشي، رح نعمله تغليفة مثل التنبورة نكهة العسل والصويا صوص. انتظرونا غدا ان شاء الله. باي باي يا حبايب القلب، باي باي.